للتلفزيون العربي وفيها: اشتباكات متواصلة بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا في عدن. ومستشار وزير الإعلام اليمني يقول للتلفزيون العربي إن ما يجري في المدينة انقلاب صريح على الشرعية بدعم مباشر من دولة الإمارات. الخارجية الإيرانية تقول إن أي مشاركة إسرائيلية في حلف دولي تريد الولايات المتحدة إقامته في منطقة الخليج ستمثل تهديدا مباشرا لأمن طهران القومي. وفي فقرتنا المغاربية: الحكومة الموريتانية الجديدة ترى النور، فهل تلبي آمال وتطلعات الشارع الموريتاني؟ وفي فقرة الإعلام الجديد: استحضار لإرث الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش على وسائل التواصل الاجتماعي في الذكرى 11 لرحيله. ارتفعت حصيلة القتال الدائر في مدينة عدن الساحلية جنوب اليمن بين القوات الحكومية وبين قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا إلى أكثر من 20 قتيلا. وأسفر قصف قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لأحياء سكنية في حي دار سعد عن مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة. من جهتها، أفادت قوات الحماية الرئاسية التابعة لحكومة هادي أن 4 ألوية عسكرية اتجهت من محافظة إبين المجاورة إلى عدن لحفظ الأمن في المدينة. هذا ويتواصل إغلاق مطار عدن لليوم الثاني على التوالي في المدينة بسبب حدة الاشتباكات. تصعيد عسكري متواصل في العاصمة المؤقتة عدن، وتيرة المواجهات بين القوات الحكومية والحزام الأمني المدعوم من الإمارات توسعت في مختلف أحياء المدينة لتنتقل مؤخرا إلى منطقة دار سعد البوابة الشمالية عقب هجوم لقوات المجلس الانتقالي على قوات الحماية الرئاسية. مواجهات اتخذت طابع الكر والفر، فرضت خلالها القوات الحكومية سيطرتها الكاملة على حي كريتر في الساعات الماضية بعد استعادة معسكر 20 التابع للمجلس الانتقالي. مواجهات سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين، مع أنباء تتحدث عن سقوط مدنيين. اعتقادي أن الأحداث الجارية في عدن هي نتاج للتباين بين دول التحالف بسبب السياسات التي تقوم بها إحدى الدول المعروفة بتبنيها لميليشيات خارجة عن إطار القانون والمؤسسات الأمنية ووزارة الدفاع. التطورات المتصاعدة في مدينة عدن شلت حركة الشوارع، خاصة تلك التي تدور فيها رحى المواجهات، وسط حالة رعب يعيشها السكان مع انقطاع المياه في عدة أحياء. حتى اللحظة ليس هناك تغيرا في معادلة الاحتراب على الأرض يرجح الكفة لحسم المعركة لصالح أحد الأطراف. أحمد البكاري، العربي، تعز. أكد مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي أن ما يجري في عدن هو انقلاب على الحكومة الشرعية بدعم مباشر من دولة الإمارات. ما يحدث في مدينة عدن هو انقلاب بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يتم الإعلان رسميا، لكن سيتم الإعلان رسميا عن أن الإمارات هي التي تقف خلف هذا الانقلاب. من جهته، أكد أنيس منصور المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض للتلفزيون العربي أن الاتصالات بين الحكومة اليمنية الشرعية ودولة الإمارات منقطعة منذ عام ونصف العام. الخط انقطع بين الشرعية وأبو ظبي منذ سنة ونصف. آخر التواصل تم بين أبو ظبي والشرعية قبل عام ونصف. من جهتها، طالبت واشنطن الأطراف جميعها بالامتناع عن التصعيد وإراقة المزيد من الدماء في عدن، وشددت الخارجية الأمريكية في بيان لها على ضرورة حل الخلافات عبر الحوار، محذرة من أن التحريض على المزيد من الانقسامات والعنف سيزيد من معاناة الشعب اليمني ويطيل أمد الصراع. بدوره، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء أعمال العنف المستمرة في عدن، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية.
ونبقى في اليمن، إذ قال المتحدث الرسمي لجيش الحوثيين العميد يحيى سريع إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عمليتين باتجاه مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، مؤكدا أن الهجمات أصابت أهدافها وتسببت في تعطيل حركة الملاحة بالمطار. إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في صنعاء مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، وهو شقيق زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في حادثة لم تتكشف كل تفاصيلها بعد. يبدو أن الحوثيين مصرون على الاستمرار في توجيه صواريخهم وطائراتهم المسيرة صوب المملكة العربية السعودية بشكل شبه يومي. شجعهم على ذلك نجاح صواريخهم وطائراتهم المسيرة في خلط الأوراق بمدينة عدن جنوبي اليمن، وقبلها إجبارهم القوات الإماراتية على الانسحاب من معظم المناطق اليمنية حسب مراقبين. سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها بطائرات قاصف كاف 2، ما أدى إلى تعطيل الملاحة الجوية كما يقول الحوثيون. قوات التحالف من جهتها أعلنت اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه أبها. الأحداث اليومية تثبت أن الحوثيين أصبحوا قوة لا يستهان بها، صواريخهم تصل إلى المملكة العربية السعودية بشكل شبه يومي لاستهداف مناطق عسكرية. ما يحدث أيضا في الفترة الأخيرة في عدن وإلى اليوم من خلط للأوراق ستؤكد أن الحوثيين سيستفيدون من المفاوضات القادمة من طرح أوراق جديدة في المباحثات القادمة. وزارة الداخلية في حكومة صنعاء نعت إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي. الوزارة أكدت في بيان أن أيادي الغدر التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي حسب وصفها هي من تقف وراء جريمة الاغتيال هذه، متوعدة في ذات الوقت بملاحقة وضبط من يقف وراءها. نبيل اليوسفي، العربي. وللقاء مزيد من الضوء على هذا الملف ينضم إلينا من برلين الدكتور علي العبسي الباحث السياسي اليمني. دكتور علي، يعني هنالك صمت سعودي مريب إن صح التعبير إزاء ما تقوم به الإمارات في عدن، ما الذي بالفعل تريده اليوم السعودية وما الذي تريده الإمارات من اليمن، وعلى ما يبدو أن هنالك خلاف بين الطرفين؟ الخلاف السعودي الإماراتي هو واضح منذ بداية الحرب. ربما نتذكر أن الإمارات أعلنت عام 2016 انسحابها من اليمن أو انتهاء الحرب بالنسبة لها في اليمن قبل أن تعود وتواصل مشاركتها. كان هذا الانسحاب أو إعلان هذا الانسحاب نتيجة مباشرة لخلافات مع الحكومة السعودية التي ربما في ذلك الوقت خضعت لبعض المطالب الإماراتية من أجل ضمان استمرار مشاركتها في الحرب. الآن يبدو أن السعودية فقدت صبرها، لم تجد داعين أيضا للاستجابة للضغوط الإماراتية وللنفوذ الإماراتي المتزايد في اليمن، النفوذ الذي لا يراعي مصالح السعودية ولا يراعي المصالح اليمنية. ما نشاهده الآن بالنسبة للإمارات هو إعادة ترتيب الساحة السياسية وساحة النفوذ القوى السياسية المختلفة في اليمن. ما يجري الآن من هجوم سيد علي، يعني هنا أود أن أسألك أيضا، يعني هل هذا التغيير الفعلي على الأرض سينعكس بتغيير سياسي؟ هل سنشهد مثلا يعني فك ارتباط للقوى الجنوبية عن التحالف الذي كانت فيه مع عدن العاصمة المؤقتة وإعلان يمن جنوبي منفصل بمظلة إماراتية مثلا؟ لا أعتقد ذلك، هذا مسألة ليست في يد الإمارات وليست في يد حتى الأطراف اليمنية وليست في يد المملكة العربية السعودية، هذا مسألة دولية تقرر فيها القوات الدولية. لا يمكن بسهولة ظهور دولة هكذا في منطقة استراتيجية مثل اليمن، منطقة مطلة على أهم منطقة إنتاج النفط في العالم. مسألة إنتاج دولة جديدة في هذه المنطقة سيحدث انقلابا كبيرا وفي استقرار المنطقة. ما يجري الآن الإمارات تحاول أن تضمن مستقبلا للقوى الموالية لها وبالتالي للقوى التي ستحمي نفوذها في اليمن. ما يجري الآن هو سياسة ما نسميه حافة الهاوية. المملكة الإمارات تصعد تدفع حلفائها إلى التصعيد العسكري إلى الاستمرار في الهجوم على القوات الشرعية حتى تصل إلى مرحلة يبحث فيه الجميع عن تسوية سياسية. ما نراه الآن ليس هو، لا يمكن أن نتوقع أن يتم حسم المعركة في عدن من أي طرف من الأطراف. لن تسمح لا القوى الدولية ولا حتى المملكة العربية السعودية بأن يسيطر مجلس الانتقالي على مدينة عدن. نعم. البعض يرى الإمارات الآن، يعني البعض يرى بأن هذا يعني ما يجري هو عبارة عن مسرحية لا أكثر،
من أجل تبادل الأدوار بين اللاعبين بين السعودية وبين الإمارات، بما يعيد رسم خرائط يعني المنطقة في اليمن بعد انسحاب الإمارات من الميدان؟ الاختلاف السعودي الإماراتي واضح وظهر في أكثر من مكان أو في أكثر من مناسبة. دعنا نذكر بالهجوم السابق للمجلس الانتقالي على عدن الذي وصل في عام 2018 في يناير عام 2018، عندما وصلت قوات المجلس الانتقالي إلى أسوار قصر معاشيق. عندها تدخلت المملكة العربية السعودية وأجبرت القوات المجلس الانتقالي على الانسحاب من الأماكن التي استولوا عليها. في ايضا هناك مساله عقد مجلس النواب اليمني، عندما رفضت الامارات انعقاد المجلس في عدن او في اي من المدن الكبرى في الجنوب، عند ذلك اصرت السعوديه ومعها الحكومه الشرعيه اليمني على عقد مجلس النواب في مدينه سيئون الذي تخضع لنفوذ القوات الشرعيه اليمنيه. وبالتالي الاختلاف السعودي الاماراتي والاختلاف النفوذ واختلاف المصالح موجود يعني وملموس من اكثر من فتره طويله، لكن الان نشاهد تصعيدا. الحسابات الإماراتية اختلفت الآن مع تأزم في منطقة الخليج، والآن هي تبحث عن تسوية مختلفة. شكرا لك دكتور علي العبسي الباحث السياسي اليمني، كنت معنا من برلين. الأحداث طبعا في عدن لها أصداؤها على وسائل التواصل الاجتماعي، نتعرف على جزء منها مع الزميلة ربا رجب. إليك ربا. شكرا زاهر. بالفعل تواصل الاشتباكات بين قوات الحرس الرئاسي التابعة للحكومة اليمنية الشرعية في عدن وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا ما يزال يلقى أصداء واسعة على مواقع الإعلام الجديد. عبد الناصر المودع غرد قائلا: ما يحدث في عدن اليوم هو خلط شديد للأوراق، وهو عبارة عن قرار أرعن اتخذه شخص جاهل وغير مسؤول يعتقد بأنه لن يحاسب عليه. خلال التاريخ البشري كانت القرارات الرعناء لبعض المتغطرسين بداية النهاية لهم، وندموا على اتخاذها حين تكشفت عواقبها. أما الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان فقد غردت قائلة: عدن الحبيبة تحت القصف، حفظ الله أهلها وناسها، تتحمل دول تحالف الغدر الإماراتي السعودي المسؤولية الكاملة، فهي من أنشأت ميليشيا هاني بن بريك الإرهابية وسلحتها من أجل هذا اليوم. أما أحمد محفوظ الكندري فقد غرد قائلا: اليوم يوم التروية بالحج، والإمارات ومجلسها العسكري الانتقالي لم يحترموا مشاعر المسلمين وعقيدتهم، وأعلنوا الحرب على الشعب اليمني في عدن. كم من أنفس قتلت اليوم بسبب أهواء وأطماع سياسية لخيرات وطن اليمن، لن ننسى غدركم. بدوره رفاعي البخيت كتب: اشتعلت الحرب في عدن، هناك فتنة تسببت بها الإمارات اليوم، أبناء اليمن في فوضى واقتتال، في الشمال الحوثي مدعوم من إيران، وفي الجنوب الانتقالي مدعوم من الإمارات، ونفس الهدف التمرد على الشرعية وإسقاطها، والعمل لأجندات خارجية وخيانة للبلد، وكل من يقف في وجههم يتهم أنه إخواني أو داعشي. كان هذا بعض ما جاء على وسائل التواصل الاجتماعي حول اشتباكات عدن، والآن بالعودة إلى زميل زاهر. شكرا ربا. هددت الخارجية الإيرانية بالتعامل بقوة مع أي تواجد إسرائيلي في مياه الخليج ضمن أي تحالف أمريكي. وشددت الخارجية الإيرانية عبر الناطق باسمها عباس موسوي على أن الدول المشاركة في تحالف واشنطن بمياه الخليج ستكون عامل توتر وسببا لأزمة محتملة. على عكس كل التحالفات التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن التحالف الذي أعلنت عنه واشنطن لحماية الملاحة في الخليج يعتريه شيء من عدم التجانس. الانخراط في سياسة الضغط الأقصى ضد طهران يصطدم بفتور من الحلفاء القدامى، يقفون عائقا أمام إحكام الخناق على إيران كما يراه البيت الأبيض. بريطانيا التي أعلنت الانضمام إلى الحلف تصر في أكثر من مناسبة على تمسكها بالاتفاق النووي، مستمرة في آلية التصدير كما نص الاتفاق. الفرنسيون اتخذوا خطوة أكثر حسما باتجاه رفض الانضمام،
وهم الذين بادروا بوساطة لنزع الفتيل بين طهران وواشنطن. لكن تغريدات للرئيس الأمريكي صدعت العلاقة مع الفرنسيين مرة أخرى وكرست الشرخ مع القارة العجوز. اليابان وألمانيا ودول أخرى تعطي الأفضلية لسياسة الأبواب المفتوحة وتبني نهج الضغوط المحسوبة. المدخل الأكثر إثارة في معادلة الخليج المعقدة والحساسة إعلان إسرائيل المشاركة في حلف واشنطن، ما أثار فرائص إيران واصفة إياه على لسان مساعد الخارجية الإيرانية بأنه عمل خطير، محذرة من تداعيات الوجود الإسرائيلي في مضيق هرمز. الارتباك في صفوف الغرب يفتح المجال أمام مناورة أكبر لطهران وللقوى الدولية المناوئة، فروسيا تضع مقترحا أمام الأمم المتحدة لبحث آليات حفظ الأمن في الخليج، ما يزيد في تعقيد خريطة صراع المصالح الدولية على هذه المنطقة. ينضم إلينا من طهران محمد حسن البحراني، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد محمد حسن. يعني هذا التطور الأخير بإعلان إسرائيل انضمامها للتحالف الأمريكي لحفظ الخليج، ماء الخليج، وكذلك يعني ما ردت به الإدارة الإيرانية من تصعيد، هل يعني هذا أن إيران ستنخرط في عمل عسكري ضد هذا التحالف في حال رأى النور، أم أنها مجرد يعني تهديدات شفهية اعتادت إيران على إطلاقها خلال الأشهر القليلة الماضية؟ نعم، أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبمشاهدي التلفزيون العربي. طبيعة الحال الموقف الإيراني حقيقة الذي عبرت عنه الخارجية الإيرانية اليوم كان موقف واضح وصريح، واتسم بالحزم والقوة والوضوح أيضا. أي وجود عسكري إسرائيلي حقيقي مادي في المنطقة الخليجية، في المياه الخليجية، سيعتبر تهديد للأمن القومي الإيراني حسب الخارجية الإيراني، وهذا الموقف كان متوقع من قبل أصحاب القرار. نعم، لكن دعني أنقل لك ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي. وزير الاحتلال الإسرائيلي قال بأن يعني الوجود الإسرائيلي هو تعاون استخباراتي ومعلوماتي، وبالتالي لن يكون هنالك وجود مادي. بالتالي ما الذي ستفعله إيران؟ في كل الأحوال إيران ستراقب حجم أو طبيعة المشاركة الإسرائيلية. طبعا هناك احتمال أن تكون المشاركة مجرد رمزية واستخباراتية هدفها جس النبض والنبض الإيراني ورد الفعل الإيراني، وبالتالي يعني إذا لم يكن هناك وجود مادي وهناك للبحرية الإسرائيلية في الخليج، وهذا هو الأمر المتوقع لأن الإيرانيين يعني على يقين بأن إسرائيل لا يمكن أن تتجرأ على المشاركة من خلال إرسال قطع بحرية إسرائيلية في المنطقة، ستضرب مباشرة من قبل القوات البحرية الإيرانية، وحتى لأنها حقيقة يعني العلاقة الإسرائيلية مع إيران ليست يعني مسألة لغز أو طلسم، هناك حالة عداء سافرة ومكشوفة بين البلدين، وبالتالي إسرائيل ربما ستشارك من خلال غرفة عمليات مجرد هذا وجودها ما تقوله إسرائيل غرفة عمليات مشتركة. أحاول أن ألقي مزيد من الضوء معك على الموقف الإيراني. لم يعني إيران خلال الفترة القليلة الماضية في مضيق هرمز ما فعلته هو عبارة عن تسخين للجبهات، تختطف ناقلة هناك وتقوم باحتجاز ناقلة هنا وتقول بأنها هي المسؤولة عن أمن الخليج العربي، لكن اليوم هي ستكون أمام أمر واقع بوجود قوى دولية، ليس مجرد ناقلات نفط يعني مدنية إن صح التعبير أو تجارية، وبالتالي كيف ستتصرف إذا هذا التهديد الذي من شأنه أن يكون عسكريا؟ أولا إيران تعتبر نفسها القوة الإقليمية الأولى والأكبر في المنطقة، وهي معنية بشكل مباشر في توفير أمن كل القطع البحرية والسفن والناقلات التي تنخر عبر المياه الخليجية عبورا من مضيق هرمز، وبالتالي إيران هي التي ستتحكم
إيقاعات هذا الوجود الدولي. يعني أي خطأ من أي قطعة بحرية إقليمية أو دولية سيواجه بالرد من قبل إيران. إيران لم تتردد في إسقاط طائرة مسيرة أمريكية حديثة، ولم تتردد في احتجاز ناقلة نفط بريطانية أو ترفع العلم البريطاني. وصلت الفكرة. وبالتالي إيران على استعداد كامل وعلى جهوزية كاملة للتعامل مع أي وجود إسرائيلي. وفي كل الأحوال هذا الوجود سيساهم في زعزعة الاستقرار في المياه الخليجية. وصلت الفكرة. أعتذر لمقاطعة. ولذلك إيران في هذا الملف. محمد حسن البحراني الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. في لبنان أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن اجتماع الحكومة سيعقد صباح السبت بعد أسابيع من الشلل الحكومي، ويأتي ذلك بعد اجتماع المصالحة في قصر بعبدة والذي جمع بين زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وغريمه طلال أرسلان زعيم الحزب الديمقراطي. دخل الرؤساء الثلاثة غرفة المصالحة، فخرجت الدولة اللبنانية رسميا من دوامة الحدث الأمني. حدث أمني شهده جبل لبنان في 30 حزيران يونيو الفائت، فتعطلت جلسات الحكومة إلى أن جاءت التسوية. تسوية كان جبران باسيل أبرز الغائبين عن مشهدها. غاب وزير قيل إن جولته في الجبل أطلقت الشرارة الأولى للمواقف النارية بين الرئيس ميشيل عون والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. اقتصر المشهد على الصف الأول، واللبيب من تسوية حاكها رئيس البرلمان نبيه بري يفهم. بكرة على الساعة 11 في مجلس وزراء بقصر بعبدة إن شاء الله بكرة صباحا، والمصالحة يعني صارت، وإن شاء الله يعني من يوم وطالع يكون في صفحة جديدة نتعاون كلنا جميعا. اجتماع الرؤساء الثلاثة سبقته مبادرة من بري حظيت بموافقة الأطراف المتنازعة في بادئ الأمر، لكن وصف عون بري بأنه ليس شيخ عشيرة ليحل الأمور على طريقته أعاد عقارب الساعة إلى الوراء. الأجواء السياسية المشحونة ترافقت مع تدخلات سافرة بالقضاء، حيث ملعب القضية والحكم. كل هذا الشحن انتهى بصافرة أمريكية على شكل بيان من السفارة الأمريكية في بيروت حذرت فيه واشنطن من التدخل السياسي بالقضاء. لم تمر 24 ساعة على البيان حتى عادت المساعي بين الرؤساء الثلاثة على مستوى الاتصالات واللقاءات الجانبية التي أجراها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. حركة جديدة توجت بموعد للمصارحة والمصالحة في قصر بعبدة. التحول من الإصرار على التصعيد إلى التوافق لم يتم بسحر ساحر، بل بسبب الضغوط الدولية والوضع الاقتصادي والتهديد من دول كبرى باتخاذ قرارات كبرى أهمها إجهاض مؤتمر سادر. قاعدة لا غالب ولا مغلوب لم تعد إلى لبنان بفعل المبادرات الداخلية، بل ببيان صدر من سفارة واشنطن في بيروت قيمته ليست بسطوره المقتضبة، إنما بقدرة الأمريكيين على اتخاذ قرارات تبدأ بتوسعة رقعة العقوبات ولا تنتهي بالتأثير على صندوق النقد الدولي. حسين خريس، العربي، بيروت. تواصل قوات النظام السوري تقدمها في ريف حماة الشمالي على حساب المعارضة بعد إعلانها استئناف العمليات العسكرية. وسيطرت قوات النظام على قريتي الصخر والجيسات ومنطقة تل الصخر في ريف حماة الشمالي بعد مئات الغارات الجوية على المنطقة. يوم قصف جديد كغيره من الأيام، قد تختلف المناطق، لكن ما لا خلاف فيه هو أن المدنيين هم الهدف دائماً. غارات جوية تستهدف قرية البوابية في ريف حلب الغربي لأول مرة بعد نقض نظام الأسد لاتفاق التهدئة، مما أوقع إصابات بين المدنيين من بينها إصابات خطيرة وأدى إلى دمار في ممتلكات المدنيين. منذ قليل استهدفنا الطيران بست صواريخ ارتجاجية فراغية، والله ما عم نعرف لا الارتجاجي ولا الفراغي، من كثر من كل يوم 24 عم يضرب فينا هون يوميا، ما فيها غير مدني، لا فيها مقرات ولا فيها شيء ولا فيها شيان، بس مدني عم يستهدف مدني، وصدريتها الدواء الى العجاز هون في بالحارة 4 5 عجاز كلياتهم، الله يساعد ويكون في عون الشعب كله، ما عم يضرب غير اطفال ونساء وشيوخ بس. الغارات الجوية
تركزت على كل من كفرزيتا واللطامنة بريف حما الشمالي وخان شيخون والهبيط بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بغارات مكثفة منطقة التمانعة وسكيك والزرزور والخوين بريف إدلب الجنوبي الشرقي. جاء ذلك بعد تصدي قوات المعارضة لعملية تسلل نفذتها قوات النظام على محور الزرزور بعد أن عززت قوات المعارضة مواقعها في المنطقة إثر رصدها لتحركات لقوات النظام في المنطقة. أيضا سيطرت قوات النظام السوري بدعم من الطيران الروسي على قرية الصخر وتلتها وقرية الجيسات في ريف حما الشمالي، حيث تعتمد قوات النظام على تغيير محاور الهجوم لتشتيت قوات المعارضة وإيقاع خسائر كبيرة في صفوفها. تستمر قوات النظام بالتقدم في محيط محافظة إدلب بدعم من حليفها الروسي، أما الحليف التركي للمعارضة فلا يزال صامتا، مما يثير مخاوف الأهالي أن يكون هناك اتفاقا جديدا في أستانة يتم تطبيقه الآن. خالد إدلبي، العربي، ريف إدلب الجنوبي. أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 17 فردا في مواجهات بين قوات أمنية تابعة لها وعناصر مسلحة في محافظتي الفيوم والقاهرة، وأشارت الداخلية إلى أن من قتلتهم ينتمون لخلية حركة حسم التي تتهمها القاهرة بالمسؤولية عن تفجير معهد الأورام في العاصمة المصرية، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 30 آخرين. عبد الرحمن خالد محمود، عضو حركة حسم، البالغ من العمر 24 عاما، هو من نفذ عملية تفجير سيارة أمام مستشفى بالقاهرة قبل أيام أدت إلى مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات، هكذا قالت السلطات المصرية في بيان صادر عن وزارة الداخلية. البيان مضى إلى القول إن التعرف على هوية الانتحاري تم من خلال مقارنة البصمة الوراثية لأشلائه التي جمعت من مكان الحادث بالبصمات الوراثية لأفراد أسرته. حركة حسم التي تقول السلطات إن منفذ العملية يدين بالولاء لها ظهرت عام 2016 وأعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات. السلطات تتهم الحركة بأنها جناح لجماعة الإخوان المسلمين، لكن الجماعة تنفي ذلك قائلة إنها تنبذ العنف وتسعى إلى التغيير عبر الوسائل السلمية. وزارة الداخلية تقول في بيانها إن قوات الأمن قتلت 17 من المسلحين في مداهمات لأماكن اختبائهم في 3 مناطق مختلفة، مؤكدة أن عمليات القتل تمت خلال اشتباكات وتبادل لإطلاق النار مع المشتبه بهم، لكن لعائلات الضحايا رأي آخر، إذ وصفت العمليات التي شنتها السلطات المصرية بأنها عمليات إعدام خارج نطاق القانون، اتساقا مع تقارير صادرة عن منظمات معنية بحقوق الإنسان في مصر اتهمت الحكومة المصرية بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وبمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية في إطار هذه الحملة. قالت الهند إنه يتعين على باكستان الكف عن التدخل في شؤونها الداخلية بعد أن خفضت إسلام أباد مستوى العلاقات الدبلوماسية في أعقاب تحرك نيودلهي لتجريد كشمير المتنازع عليها من وضعها الخاص. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار إن الوقت حان لأن تقبل باكستان الواقع بشكل واضح وتتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. بالمقابل خرج نحو 8000 مواطن باكستاني في مسيرة نحو السفارة الهندية في باكستان لإدانة تحركات نيودلهي لتغيير الوضع الخاص لمنطقة كشمير المتنازع عليها. الجمعة الأولى منذ قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي للجزء الذي تسيطر عليه من كشمير، تخفيف جزئي لحظر التجول بعد أيام من تعطيل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وحظر التجمعات العامة. الارتخاء الطفيف للقبضة الأمنية على الإقليم المتنازع عليه لم يؤدي لاستئناف الحركة التجارية وعودة النشاط المدني، فيما شهدت بعض المدارس حركة خجولة.
باكستان من جانبها واصلت اتخاذ إجراءات للرد على قرار نيودلهي، معلنة تعليق آخر خطوط القطارات إلى الهند بعد يومين من قرارها خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وملوحة في الوقت ذاته باللجوء لمجلس الأمن مع استبعاد الخيار العسكري. أما المظاهرات المنددة بالقرار فلم تقتصر على الإقليم، بل امتدت من إسلام أباد إلى دكة وسط دعوة أمريكية للحوار بين الجارين النوويين وقلق بريطاني من القرار الهندي وإدانة صينية له. وفيما مرت الجمعة الأولى بسلام على السلطات الهندية، تترقب الأخيرة موجة احتجاجات محتملة مع بدء عيد الأضحى بعد أيام، موجة لن تكون الأخيرة بالتأكيد في إقليم كان السبب بثلاثة حروب مباشرة وتوتر دائم ومعاناة مزمنة لسكانه المدنيين. الساعة الأخيرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. الحكومة الموريتانية الجديدة ترى النور، المعارضة تشكك والشارع يترقب. أهلا بكم من جديد، هذا تذكير بعناوين الساعة الأخيرة. عدن على صفيح ساخن، اشتباكات واسعة بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا. ومستشار وزير الإعلام اليمني يؤكد للتلفزيون العربي أن ما يجري في عدن انقلاب تدعمه الإمارات. طهران تقول إن أي مشاركة إسرائيلية في حلف تقوده أمريكا في منطقة الخليج سيمثل تهديدا مباشرا لأمنها القومي. والآن نتحول إلى الفقرة المغاربية مع الزميل وائل التميمي. إليك وائل. شكرا زاهر. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن رئيس الوزراء الموريتاني الجديد إسماعيل ولد بدة ولد الشيخ سيديا تشكيلة حكومته التي أبقى فيها على وزراء السابقين من عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في حقائب أساسية، ومنح في المقابل دورا لشخصيات تكنوقراط قريبة من الحزب الحاكم. وبعد أسبوع من تكليفه أعلن سيديا لائحة حكومته المؤلفة من 25 وزيرا بينهم 5 نساء مقابل 7 في الحكومة السابقة، ويشارك في هذه الحكومة 6 وزراء كانوا في عداد الحكومة السابقة، بينهم 4 حافظوا على حقائبهم وهم وزراء الخارجية والصيد البحري والتعليم العالي والبترول والطاقة. بعد انتظار وترقب تم الإعلان عن أول تشكيلة وزارية في عهد الرئيس الموريتاني المنتخب محمد للشيخ الغزواني. تتكون الحكومة الجديدة التي يرأسها الخبير الاقتصادي إسماعيل ولد الشيخ سيديا من 26 وزيرا من بينهم 5 سيدات. كلفني فخامته بتشكيل حكومة تتميز بالكفاءة العالية مراعاة منه لجسامة التحديات ونبل الأهداف. احتفظ 5 من الوزراء في الحكومة السابقة بحقائبهم ضمن التشكيلة الجديدة، ومن أبرزهم وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير البترول محمد ولد عبد الفتاح، ووزيرة المياه نهامة مكناس. وأمام بعض أصحاب الكفاءات والشهادات العليا يفتح لأول مرة باب التجربة السياسية. هذه الحكومة حكومة ضمت كثير من الكفاءات، العديد من الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج، بعضها قادم من رحم الإدارة يمثل استمرارا لنهج الرئيس السابق، وبعضها وهو أغلبها يمثل رؤية جديدة وطموحا جديدا. وقد تمت مراعاة المحاصصة الإذنية والشرائحية والقبلية والإقليمية في التشكيلة الحكومية، تشكيلة تواجه الكثير من التحديات والمصاعب في بلد يشكو من غياب وتهميش بعض مكوناته الاجتماعية. الحكومة الجديدة فاجأت الساحة، فيها شخصيات لا يمكن أحد أن يعطيك عنهم أي تصور لأنهم غير معروفين. راضي عن الحكومة حتى الجديدة، خاصة محمد الشيخ القزواني ومبارك له حتى. يا غير بعد حكومته ما أنا راضين عنها نهائيا.
ويعيش أكثر من 70% من السكان البالغ عددهم قرابة 4 ملايين تحت خط الفقر رغم تنوع الموارد والإمكانيات في بلد غني بالثروات السمكية والمعدنية ويستعد لتصدير الغاز المسال بعد أقل من 2 عامين. تقول المعارضة الموريتانية إن ملامح بداية عهد الرئيس الجديد تشي بأنه مجرد استمرار لنهج سلفه ورفيق دربه الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز، ويرد أنصاره امنحوه بعض الوقت قبل الحكم عليه. محمد عبد الله ممي، العربي، نواكشوط. ومن نواكشوط معنا الكاتب الصحفي إبراهيم مصطفى. سيد مصطفى، لطالما اتهمت المعارضة الموريتانية الرئيس ولد الغزواني بأنه امتداد لسلفه محمد ولد عبد العزيز، التشكيلة الحكومية هذه ألا تثبت صحة اتهامات المعارضة؟ مرحبا. التشكيلة الحكومية الجديدة يمكن القول بأنها رغم الصبغة السياسية وانتماء سياسيين، بعضهم كان في حكومة الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز، هي في المقام الأول حكومة كفاءات، إذ أن أبرز الحقائب فيها أسندت لمختصين. على سبيل المثال الخارجية أسندت لدبلوماسي معروف عمل في هيئات أممية ومبعوثا للأمم المتحدة إلى اليمن. كذا الأمر بالنسبة لوزارة العدل ووزارة الداخلية وغيرها، وزارة الدفاع، الوزارات السيادية وغيرها. بديهي أنه بعد تعثر الحوار الذي جمع السلطة بأطراف في المعارضة يمثلها المرشح الرئاسي الحائز على المرتبة الثانية السيد برام ولد العبيد، بعد تعثر هذا الحوار بديهي أن الحكومة ستلجأ إلى تشكيل، أو الرئيس الغزواني سيلجأ إلى تشكيل حكومة ذات لون سياسي واحد، رغم أن المدقق في أسماء أعضاء الفريق الحكومي يلاحظ غياب الفاعلين السياسيين الأقوياء في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم. مسألة إذا ما المسألة وراء ذلك سيد مصطفى أن الحكومة ستركز على الجوانب الاقتصادية والتنموية بعيدا عن الجوانب السياسية؟ ليس بالضرورة، ولكن محمد الشيخ الغزواني ورئيس حكومته إسماعيل البدوي الشيخ سديا يدركان جيدا أن هناك تحديات ملحة، وأن الشعب الموريتاني بقواه الحية وبأطيافه السياسية المختلفة يعلق أملا على المرحلة الجديدة، وأن أنهما من عليه أن يرفع هذه التحديات. وبالتالي أعتقد أن الرئيس محمد الغزواني وإن كان لم يناقش مسألة العدول عن نهج الرئيس السابق، بالتأكيد يطمح لأن يقوم بإصلاحات تترك له ينتظرها كل الموريتانيين، وهي ملحة جدا جدا. شكرا جزيلا سيد إبراهيم مصطفى الكاتب السياسي في نواكشوط. من موريتانيا نذهب إلى الجزائر، حيث شهدت العاصمة للأسبوع 25 على التوالي مظاهرات مطالبة برحيل كل رموز نظام بوتفليقة. المتظاهرون أطلقوا هتافات ضد الحوار الذي دعت إليه السلطات، كما لوحوا باللجوء إلى خيار العصيان المدني. خيم خطاب قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح على مجمل ردود الفعل والشعارات التي رفعها المتظاهرون في شوارع العاصمة الجزائرية. ورغم الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الحراك لم يفقد زخمه بل بقي مستمرا في أسبوعه 25. جزء قليل وقليل جدا من هذه المطالب التي تحققت، وهي إزالة رموز بعض رموز العصابة، إلا أنه الشيء كثير ما زال ينتظر العمل في الجزائر، رغم أن هذه الخطابات هي خطابات تحاول أن تطمئن الشعب الجزائري، إلا أن الشعب الجزائري ما زال يطالب إلى يومنا هذا بمطالبه الشرعية إلى حد ما.
لا عسكرية مدنية، شعار كان عنوان المسيرة التي ظللت سماء الشوارع الرئيسية. آراء تباينت وكانت معبرة عن رفضها للجنة الحوار والوساطة، والتي برأي المتظاهرين يرونها فقيدة للمصداقية والشخصية الوطنية وممثلي الحراك الشعبي. الشعب يواصل ثورته السلمية الحضارية. للأسف أصحاب القرار قابلونا بشبه حوار لا يمثل حقيقة الثورة الشعبية. المحاكمات هي نظن جزء صغير من مطالبات الشعب. ماذا بنا الفساد يروح؟ بصح الفساد باش يروح يلزم يكون هناك مؤسسات شرعية، يلزم يكون هناك قانون. لحد الآن ما ناش نشوفوا المؤسسات الشرعية. ولم يعكر بيان وزير الدفاع الأسبق خالد نزار صفو مسيرة الحراك، إذ اعتبره الكثيرون أنه لا يمت بصلة لمطالب التغيير، بل يعد أحد حلقات تصفية الحسابات داخل أركان النظام. وبين مد الحراك وجزر السلطة تبقى المشاورات بين جميع الفرق السياسيين وممثلي الحراك الشعبية رهينة الإرادة السياسية للسلطة الفعلية التي بيدها مفاتيح الحل والربط في أزمة البلاد. رغم حرارة الشمس والاستعدادات لعيد الأضحى، إلا أن الجزائريين خرجوا بالآلاف في جمعة الحراك 25 مطالبين بدولة مدنية وأيضا بلجنة تعبر عن جميع الشخصيات الوطنية هنا في الجزائر. صلاح الدين قعاش، العربي، الجزائر. نهاية الفقرة المغاربية، نعود إلى زهر. شكرا جزيلا وائل. بعث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون برسالة إلى جميع الموظفين الحكوميين يبلغهم فيها بأن الاستعداد لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي أولوية قصوى بالنسبة له ولهم. كان جونسون وعد الناخبين برحيل بريطانيا عن الاتحاد في 31 من أكتوبر تشرين الأول، سواء تم التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج أم لم يتم. البرلمان في عطلة صيفية، لكن التصريحات لم تهدأ والتحركات لم تستكن. بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي شغل ساستها الشاغل. رئيس الوزراء بوريس جونسون أخبر موظفي الخدمة المدنية في رسالة له بأن يستعدوا للأسوأ ولخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. جونسون قال إنه يفضل التوصل لاتفاق مع نظرائه الأوروبيين، لكنه أشار في نفس الوقت إلى أن الانفصال النهائي سيتم في موعده المحدد مهما كانت الظروف. الخصم العمالي الأبرز جيريمي كوربن قابل جونسون برسالة حادة اللهجة إلى وزير شؤون مجلس الوزراء مارك سيدويل، قائلا إن إقدام جونسون على الخروج من المنظومة الأوروبية دون اتفاق يعد إساءة استخدام السلطة ضد الديمقراطية. كما اعتبر كوربن إقدام رئيس مجلس الوزراء على هذه الخطوة في حال سحب الثقة من حكومته في البرلمان بأنه غير دستوري. شجب كوربن لتحذيرات جونسون حول البريكزيت دون اتفاق يعزز التكهنات حول نية المعارضة العمالية لطرح تصويت حجب الثقة عن بوريس جونسون في حال مضيه قدما في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون إرساء اتفاق، مما يمهد لإجراء انتخابات عامة مبكرة. وما بين ترجيح الطلاق الفوضوي وانكماش الاقتصاد البريطاني لأول مرة منذ 7 سنوات، ينتظر البرلمان أجندة مثقلة بقضايا لا تحتمل أي تأجيل أو تسويف. والآن نلقي مع الزميلة ربا رجب نظرة على الإعلام الجديد الذي غص اليوم بالحاضر الغائب محمود درويش، أليس كذلك ربا؟ نعم زاهر، شكرا جزيلا. في الذكرى 11 لرحيل الشاعر الفلسطيني محمود درويش، يتناقل المغردون أبرز قصائده ومآثره الأدبية وينشرون أهم المحطات البارزة في حياة الأديب الراحل. غرد إكرام حميد 9 أغسطس 2008 الذكرى 11 لوفاة محمود درويش أهم شعراء العرب، توفي بعد إجرائه لعملية القلب المفتوح بمركز تكساس الطبي في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ودفن بتاريخ 13 من أغسطس 2008 في قصر رام الله الثقافي بمدينة رام الله. أما محمد بركة فقد قال: يلتقي محمود درويش في هذا اليوم بين النهاية والبداية،
كثيرا ما كان يودعنا بقصائده دون وداع، وقليلا ما فهمنا أشلاء حلمه الكبير ليحمل الحاضرة في رحم الغياب. وقد غرد مؤمن أبو جامي قائلا: كان صوت محمود درويش وسيظل عنوانا لإرادة شعبه في الحرية والاستقلال، وسيبقى إعلان الاستقلال الفلسطيني الذي صاغه شاعرنا العظيم عام 1988 مرشدا لنا ونبراسا لكفاحنا حتى يتحقق حلمه في أن يرى وطنه مستقلا ومزدهرا بعد أن يرحل الاحتلال عن أرضه. هذا وتواصل وهذا ونستكمل مع فيديو لأبرز الفيديوهات عن محمود درويش. تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، ككريسة مهجورة تنسى، كحب عابر وكوردة في الثلج تنسى. وهذه كانت هذه نهاية فقرة الإعلام الجديد، والعودة إلى الزميل زاهر. شكرا، شكرا جزيلا ربع. في هونغ كونغ اجتاح المتظاهرون صالة الوصول في مطار المدينة ووزعوا منشورات مناهضة للحكومة ولوحوا بلافتات بلغات مختلفة، وذلك للفت أنظار الزائرين الأجانب إلى احتجاجاتهم التي بدأت قبل شهرين. ويخطط المتظاهرون المطالبون بمزيد من الإصلاحات الديمقراطية في الإقليم الصيني لتنظيم احتجاجات على مدى 3 أيام بهدف زيادة الوعي بين السياح القادمين إلى المدينة. مطار هونغ كونغ مجددا تصيب الاحتجاجات شريانا أساسا في المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي في الصين. حكومة المدينة ترد بإجراءات في المطار واستنفار وسط مخاوف من قمع الحكومة ومن خلفها الصين. هنا شوارع هونغ كونغ، الشلل سيد الموقف بعد أسابيع من كرة ثلج الاعتراضات والاحتجاجات. شلة المدينة التي طالما شكلت مركزا عالميا اقتصاديا وسط إصرار المحتجين على مطالبهم. بدأت الاحتجاجات رفضا لمشروع قانون يقضي بتسليم أشخاص متهمين بقضايا جنائية إلى الصين لمحاكمتهم، تطورت إلى استياء أوسع من حكومة المدينة والحكومة المركزية الصينية وسط مطالب يلخصها هؤلاء بما يلي: سحب مشروع قانون التسليم، الكف عن وصف الاحتجاجات بأنها شغب، سحب الاتهامات الموجهة للمعتقلين، إجراء تحقيق مستقل، واستئناف الإصلاح السياسي. رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام تجول في أرجاء المدينة تحاول طمأنة السكان وتستمع إلى مطالب المحتجين، لكنها في المقابل تبدو مكبلة من الجانب الصيني الذي يهدد بالتدخل مباشرة ويلوح بالقمع. في المقابل بدأ الاشتباك الصيني الأمريكي حول الأزمة يتوسع. السلطات الصينية تطلب من الدبلوماسيين الأمريكيين التوقف عن التدخل إثر لقاء جمع بين دبلوماسيين وناشطين. ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس وصفة الصين بأنها نظام بلطجي بسبب تسريب بيانات شخصية عن دبلوماسي أمريكي. تتخوف الصين من امتداد الأزمة إلى أقاليم أخرى تتمتع بحكم ذاتي أو تطالب بالاستقلال، تخوف يفرض عليها التعامل مع الأزمة بصلابة، ولهذا يقال إن الصين ترفض أي تنازل أو تلبية لمطالب المحتجين. بهذا نصل إلى نهاية الساعة الأخيرة، نترككم مع الكاريكاتير الذي يأتينا في هذه الحلقة من مصر. إلى اللقاء.